السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن فطر جديد من فطريات البيضية الحقيقية. فطرنا النهاردة بيكون عبارة عن فطر بيتكون من ميسيليوم غير مقسم، ليه تفرعات كتير، موجود في نهاية كل فرع من التفرعات ديت أكياس بنسميها الأكياس الأسبورانجية. الأكياس الأسبورانجية لما بيتوفر لها ظروفها المناسبة بتنبت جراثيم هضبية. فطرنا بيتكاثر جنسي بالجراثيم البيضية ويتكاثر لاجنسي بالجراثيم الهضبية السابحة. الإصابة بتحصل لما هيفات الفطر بتخترق خلايا العائل النباتي المصاب، بتخترقه بصورة مباشرة أو بتكون موجود في المسافات البينية اللي بين الخلايا النبات المصاب، والاختراق ده بيتم بواسطة الضغط الميكانيكي وإفراز الإنزيمات. فطرنا النهاردة بيسمى بيسيوم جيبريانو وبيسبب موت البادرات للنباتات، ويعتبر من فطريات المسببة لأعفان في الترب. ازاي يعرف ان الفطر دوت هو اللي بيسبب الامراض للنبات؟ اعراض الفطر دوت بيظهر على 3 مراحل. المرحلة الاولى لما الفطر بيصيب البذور وبالتالي بيهاجمها وبتصبح البذور غير قادرة على النمو. المرحلة الثانية لما الفطر بيصيب البذور ولكنها بعد ما نبتت وقبل ما يخرج فوق سطح التربة، فبيهاجمها الفطر وبيموتها وبيسبب لها تعفن وبيسبب عدم ظهورها فوق سطح التربة. المرحلة الثالثة لو صاب شتلة كبيرة في العمر فإنه بيسبب لها تعفن ورقاد للنباتات المصابة. الفطر دوت بيكون أخطر ما يكون لما بيصيب نباتات الزينة وبيسبب لها خسائر كبيرة جدا. ازاي اقدر اكافح فطر البيسيوم؟ بكافحه ان انا بستخدم بذور تكون نقية خالية من الاصابة، بستخدم تربة، بزرع في تربة تكون نقية خالية من الاصابة وبعقمها، بعمل بذور بالمطهرات الفطرية اللي بتوصي بها الوزارة، وبعتدل في الري وبتجنب ان انا بزرع بكثافة عالية.